حسين، ريال مدريد لا جديد يفوز ولكن ما زال في قاعة الانتظار لأنه الفارق كبير بينه وبين البرسا. صح محمد، شفنا نسبة الاستحواذ لفريق ريال مدريد كانت أحسن من فريق إسبانيول، شفنا لاعبين يعني كانوا لعبوا بحرارة جد كبيرة، يعني حبوا يفوزوا هذه المباراة. لنشوفوا مرة ثانية يعني عاود أنشيلوتي يرجع للوسط الميدان الذهبي اللي هو مودريتش مع كروس وتشواميني، وين في وقت سابق قلنا أن مودريتش وكروس ما يقدروش يلعبوا يعني كيف نظرا للسن تاعهم ونظرا اللي رانا مع نهاية الموسم، يقدر يفضل سيبايوس مع تشواميني وكروس او سيبايوس مع مودريتش وتشواميني. نشوفوا هنايا يعني عاود دور الفريق نوعا ما، لعب يعني في اللعب في الهجوم اسونسيو اللي سجل هدف الهدف الثالث من دخل يعني كبديل. نشوفوا محمد طريقه تدوير اللاعبين في فريق ريال مدريد هي اللي راهي تخلي يعني هذه الاداءات يعني الجميله لفريق ريال مدريد. ونشوفوا ان فريق برشلونه ما عساه الا ان يحافظ على صداره الترتيب. نشوفوا فوز برشلونه في نعم. في ملعب هذا هدف فينيسيوس، هذا هدف فينيسيوس، هدف جميل يعني على طريقه فينيسيوس. نشوفوا ريال مدريد قام بالواجب اللي هو 3 نقاط ويريح يعني يعس في برشلونه. ماذا سيكون يعني هل هناك تعثر لبرشلونه لكي يعني يقربوا ويكون فارق النقاط؟ نشوفوا بليميدو 9 نقاط كلاسيكو حاسم، ماشي يفوز كلاسيكو يوم الاحد 6 نقاط. تفضل فارس. بالعوده لريال مدريد محمد، نظن انه في يعني ترى التشكيله كما قال حسين منذ قليل يعني عنده افضليه يعني مقارنه ببرشلونه. تشوف عنده حلول مثلا كما ولو انه توظيف كامافينجا كمدافع ايمن ايسر عفوا ليس ايمن، يعني البعض يقول انه ما عندوش مكانه في، ولكن عنده حل يعني يلعب في وسط الميدان، يلعب كمدافع ايسر وحتى في وسط الميدان في غياب كريم بنزيما عنده حلول كثيره، عنده لاعبين شباب اللي عندهم مرتبطين بعقود طويله، عنده ان وونغر دافونس في هذا الباب بارابور لبرشلونه حتى في 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 رغم صغر سنهم الى انهم سي دي جوار كونفيرمي. تاخذ تشواميني ولا تاخذ كامافينغا ولا حتى رودريغو في الهجوم، عنده حلول وعنده اسماء لامعه نعم، وتقدر تلعب 5-6 سنوات في ريال مدريد. نعم، معركه كسر العظام التي كانت دائره في السر بين بنزيما وديدي ديشون خرجت للعلن، طفح الكيل الان. ديدي ديشون قال بان كريم بنزيما كان صاحب القرار في مغادرة معسكر المنتخب الفرنسي قبل كأس العالم، قال نهضت صباحا فلم أجده، اللاعب قرر قلت له تاخذ رايي تقعد زعما يعني وكأنه كونسيه مليح هكذا تحدث هذا. وقال لما نمت و فطنت صباح لقيته راح، ما فيش بنزيما صباحا. بنزيما قال رد عليه في ستوري ميدو تعجب وقال بأني سأتحدث عن هذه القضية مستقبلا، وقال يعني يا لها من وقاحة لو كانت ترجمة صحيحة، قال نعم وجه صحيح يعني وقح يعني يا لها من وقاحة، ويتعجب من هذه التصريحات وقال بأني سأتحدث في هذه القضية مستقبلا. نظن انه طريقة تسيير هذه القضية بالنسبة لكريم بنزيما خاطئة نوعا ما، صحيح انك عندما التزمت الصمت في فترة المونديال شيء عادي ومفهوم، لانه لو تحدث في تلك الفترة وقال لو كان كاع قالوا له بيصير لافوت تاعك انك فرنسا خارج، ولكن الان عندك كل الوقت للإجابة بطريقة محترمة تليق بلاعب اسمه كريم بنزيما، لأنه الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويعني يكثر القيل والقال ويخلي مثل هكذا هذا ليس دور اللاعب. نظن بنزيما دار رد فعل، لم يقم بالفعل، يعني انتظر حتى تحدث ديشون وبعد ذلك رد عليه. كمل لك بكرة الفكرة محمد. وكريم بنزيما كانوا عنده في السابق يعني يقولوا انه عندي دو موفيس فريكونتاسيون يعني مع اصدقاء، هذا حتمد لهم وحتخليهم يتحدثوا عليه كثيرا في مكان بنزيما. يعني الشيء المنتظر من كريم بنزيما انه يعمل مقابله صحفيه ويكشف فيها كل ما حدث خلال هذا المنتظر. قال ساتحدث الان، ماذا عساه يقول الان؟ يقول الحقيقه ماذا حدث مع ديدي ديشون في تلك الصباح. بما انه رد عليه وقال بان هذا وقاحه وهذا كذب، من دون شك سيقول بأن هناك أطراف دفعتني للمغادرة من معسكر المنتخب الفرنسي. مثل ما قضية تشبه نوعا ما قضية أنيلكا في 2010 عندما خرج المنتخب الفرنسي في الدور الأول والكل ترى هذه يعني تم اتهامه بشتم المدرب وبعدها خذ الطائرة في الصباح يعني وحده
في الصباح وذهب لعاد لفرنسا. نعم. أعطينا الهدف الثاني الذي سجله أسانسيو في مواجهة الريال أمام إسبانيول، نشاهده سويا. حسين مترف، الريال يبدو أنه صح يفوز في الليغا، ولكن يبدو أنه مركز على دوري الأبطال، لا يهتم كثيرا بالليغا الإسبانية. صح محمد، لأن نشوفه بلي فريق برشلونة يعني ب 70% 80% حسم يعني الدوري الإسباني. نشوفه فريق ريال مدريد راهو يسترجع في لياقة لاعبيه، خاصة لاعبين يعني المخضرمين على غرار مودريتش أو كروس، لهادو لاعبين يعني عندهم يعني زادوا يعني طويل في الميادين كرة القدم، لازم لهم يعني الكثير من الاسترجاع. لاعبين اللي يلعبوا يعني في المنتخبات الوطنية تاعهم، لاعبين اللي يلعبوا طيلة موسم يلعبوا الكثير من المباريات، لازم يعني تدوير لكي يسترجعوا يعني اللياقة تاعهم، لأن المباراة المهمة لفريق ريال مدريد هي مباراة رابطة أبطال أوروبا. نشوفه محمد أنشيلوتي أدرى يعني هو يعني الرجل الأول والمدرب الأنسب اللي أدرى كيف يعني يفوز بدوري أبطال أوروبا، لأنه فاز به الموسم الماضي، فاز به في عدة مواسم في نوادي أخرى، نشوفه باللي يعرف كيف يصل إليه إن شاء الله. نعم، عطينا تصريح أنشيلوتي بخصوص مبابي، تعلمون جيدا أنه بعد خروج البي اس جي من دوري الأبطال عاد الحديث عن صفقة مبابي والريال. إذن أنشيلوتي قال: هل أرغب في التوقيع مع مبابي؟ اسألني اليوم، يمكنك أن تسأل أيضا في غضون أسبوعين أو ثلاث أشهر، لن أجيب على هذا السؤال أبدا. طبعا الأمور واضحة، لأنه أنشيلوتي لا نقله ولا جمل في هذا الموضوع. ثانيا الغموض يلف في القضية، لا يمكن له أن يقول أي شيء. وثالثا ممكن يرحل يعني هذا منتخب البرازيل في نهاية الموسم إلى منتخب البرازيل. أعطينا ترتيب الليغا الإسبانية وترتيب الهدافين، نشاهد سويا نادي برشلونة 65 نقطة، ريال مدريد 56 نقطة 9 نقاط فارق، ثم يأتي أتليتيكو مدريد ب 45 نقطة رفقة ريال سوسيداد، ثم ريال بيتيس. حرب كبيرة لتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بين من ترشح لتأهل؟ نعم، أتليتيكو مدريد من المرشح من بين الوصول لدوري الأبطال. نعم، ريال سوسيداد اللي كان داوى روحه بعد خمس مباريات دون انتصار فاز أمس. ريال بيتيس اللي تراجع قليلا في الفترة الأخيرة، خاصة منذ إصابة نجمه الأول نبيل فقير، نبيل فقير اللي كان واحد من أكبر الحلول عند بيليغريني، إصابة نبيل فقير نقصت شوية حظوظه بالنسبة لريال بيتيس. نبقى ننتظر مباراة ريال سوسيداد أمام ريال بيتيس في الجولة المقبلة، وكذلك أتليتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد، ستكونان مباراتان حاسمتان بشأن سيدي ماتش أسيب، يعني كونفرونتاسيون ديريكت بشأن الفريق اللي راح يتأهل لدوري أبطال أوروبا. ما بقى شحال، ما بقى 12 جولة على نهاية الموسم، يعني كل شيء ممكن. 36 نقطة في اللعب. سوسيداد تعادل في مايوركا، تعادل عفوا في مايوركا، نعم عفوا تعادل، صح سوسيداد تعادل في مايوركا، هدف مقابل كان هدف فائز بهدف مقابل صفر، ثم عدل مايوركا النتيجة. مايوركا اللي صار على السقوط، صح حسين؟ نعم.